سنبدأ الآن بتثبيت البرنامج وامب سيرفر والذي سيمكننا من الحصول على السيرفر وبداية إنشاء موقع ووردبريس. من أجل البدء سنقوم بتحميل برنامج مومب وتثبيته على الجهاز. سنتوجه إلى موقع جوجل ثم نبحث عن مومب. سنتوجه إلى أول الرابط الذي هو mom.info. في موقع مومب سنجد Free Download. نضغط عليها ونقوم بتثبيت المومب سواء بالنسبة لجهاز ماك أو لمن يملك جهاز ويندوز. بعد تنزيل وتثبيت المومب نقوم بعمل Start Server. عندما ننتهي من تشغيله تنبثق لنا هذه الصفحة. خلال هذه الصفحة يمكن لنا إدارة مواقعنا. يمكنك أيضا من خلال هذه النافذة أن تقوم بإدارة قواعد البيانات. للوصول إلى هذه الصفحة يكفي أن تقوم بوضع localhost 888/mom وتدخل إلى هذه الصفحة. من أجل تثبيت ووردبريس نذهب إلى الموقع wordpress.org. نضغط على Get Started ثم نقوم بتنزيل نسخة الووردبريس. من أجل البدء سنحتاج إلى ملفين أساسيين. هذه الملفات أولها الووردبريس الذي قمنا بتحميله، وملف أفضل الذي يحتوي على التيم الذي سنقوم بتثبيته على الووردبريس. أول شيء أقوم بفك الضغط عن ملف الووردبريس لأحصل على ملف المشروع. بعد الانتهاء من فك الضغط نجد أنه أصبح لدينا ملف ووردبريس. هذا الملف هو الذي سنقوم بالعمل عليه. سأقوم بنسخ هذا الملف وأخذه إلى مسار برنامج مومب. في برنامج مومب نبحث عن htdocs. أقوم بلصقه هنا. ملاحظة: في الويندوز يجب لصق ملف مشروع ووردبريس ولصقه في هذا المسار داخل ملف htdocs. بعد نصق ولصق ملف مشروع الووردبريس نتوجه إلى الرابط التالي localhost 888/ ثم نضع اسم الملف المشروع الخاص بنا. بالنسبة لنا اسم موقعنا هو ووردبريس. عند الدخول تنبثق لنا نافذة الووردبريس لنقوم بتثبيت ووردبريس ونبدأ بالعمل عليه. لكن قبل العمل يجب أن نقوم بإنشاء قاعدة البيانات لربطها مع الموقع. نتوجه إلى localhost/phpMyAdmin ثم نقوم بإنشاء قاعدة بيانات جديدة. سأغير التيم إلى التيم الجديد ليصبح لنا بهذا الشكل. نتوجه إلى قاعدة البيانات بازوني داتابيز، أنشئ اسم قاعدة البيانات مثلا ووردبريس ثم أضغط على create. الآن أصبحت لنا قاعدة البيانات اسمها ووردبريس. نعود إلى التثبيت. بالنسبة لي سأختار اللغة الإنجليزية. أضغط على continue لبدء تثبيت الووردبريس. يقول لنا أن الووردبريس جاهز. Let's go. أقوم بوضع اسم قاعدة البيانات التي أنشأتها وهي ووردبريس. في حالة username الخاص بقاعدة البيانات أدخل الروت، وكذلك في كلمة السر أدخل الروت ثم أضغط على Submit. Run the installation ثم يعطيني يجب أن أدخل اسم الموقع، اسم الأدمين، وكذلك كلمة سر الأدمين وبريده الإلكتروني. بالنسبة لهذا الخيار لا نضغط عليه لكي يبقى موقعنا ظاهر لمحركات البحث وتتم معرفته على موقع جوجل. جيد، لقد تم تثبيت ووردبريس بنجاح. ندخل إلى ووردبريس. إذن ووردبريس كما رأينا، إذن لقد قمنا بتثبيت الووردبريس بنجاح. المرحلة الثانية يجب أن نقوم بتثبيت تيم الووردبريس. لتثبيت تيم نذهب إلى Appearance Team ثم نقوم ب Add New ثم Upload Team. نقوم بوضع ملف الذي سأشاركه معكم. كملاحظة التيم يجب أن يكون .zip. جاري تثبيت التيم. بعد نهاية التثبيت نقوم بتفعيل الأداة. لقد تم تثبيت أداة الأفضة بنجاح. يقول لنا أن الأفضة كي يعمل يجب أن يكون هناك إضافتين
يجب أن تكون مفعلة ليستطيع العمل بنجاح. كما قلنا فمكونات الووردبريس الأساسيين هو التيم والإضافات، التيم الذي يعطيك الألوان والخلفيات ونوع الخطوط والإضافة التي تعطيك الخدمات. في الأفادا يوجد لدينا plugins. plugins هي إضافات التي تأتي مع الأفادا وتعطينا عدة خدمات للموقع. بالنسبة للإضافات نجد إضافتين أساسيتين يجب أن تكون مثبتتين على الموقع. أما بالنسبة لباقي الإضافات فهي تأتي بشكل والتي تأتي بشكل أوتوماتيكي وتعطينا ميزات جد رائعة، مثلا إضافة الكاليندر، تحويل موقع إلى فوروم، كونتاكت فورم للتواصل. يمكننا أيضا جعل موقعنا ووكوميرس، يعني موقع للإيكوميرس. كذلك سلايد ريفولوشن، أداة لتحسين ترتيب الموقع في محركات البحث، وغيرها من الأدوات الرائعة. كما أسلفنا الذكر فأداة الأفادا هي أداة مدفوعة. لذلك هدية آخر الدورة سأقوم بإعطائكم سريال لهذا الموقع لكي تستفيدوا من الخدمات المدفوعة. أول شيء سنقوم بتثبيت الأداة الأولى والثانية ونذهب إلى فيجن باتشر لنقوم بتثبيت التحديثات التي جاءت في هذا التيم لنبدأ العمل على بناء موقعنا. لقد انتهينا الآن من إعداد وتجهيز الووردبريس. في الفيديو القادم سنرى كل هذه الأدوات ونتطرق إليها.